مرة يا إناس. أنا بحبك أهو عبير. أنا مش مصدقة نفسي إن إحنا اتجوزنا. أيوة عبير، بس زي ما اتفقنا الورقتين هيفضلوا معايا أنا. ماشي ماشي ماشي. بقول لك إيه، أقف قدام المحل ده والنبي عشان نجيب حاجات لزوم السهر. ماشي عبير. يا عم يا عم يا عم. إيه ده؟ الراجل عالنبي؟ والنبي يا زميلي حندلدلك السبت تحط لنا فيه الطلبات المكتوبة في الورق. هتلاقي ورقة الطلبات موجودة في السبت. ما تخلي طب يا باشا. قدها يا زميلي، ما نستغناش عنك انت يا عبير. ماشي يا اخوي. بتطير ومش بتطير. اكتم يا بنت، انا مش عايز اسمع صوتك. قال على رأي المثل، تاخديه بتطير يطلع قطة في السرير. انا قلت لك عبير بمر بوعكة نفسية. وانا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا سبت ولاية احتياجاتي. معلش، بكره يبقى احلى. بكره ايه؟ لا يا حبيبي مفيش بكره، لما ممكن يبقى في النهارده. على فكره عيب اللي بتقولي ده يا عبير، انا برضك الراجل العنابي. بقول لك ايه يا عنابي، ما بنت لبيتك يا حبيبي خلاص، انا اروح البيت وانت تبعت لي شهريتي. لو ما بعتش يا حبيبي هطلع وافضحك واقول ان احنا متجوزين عرفي. لا ومش بعيد كمان يا اخويا انزل الشغل، وشوف بقى لما مرات العنابي تشتغل كده. سلام يا دكر. والسلام عليكم ورحمه الله. الشرطي والشرناطي انا هديهم صوتي. الشرطي والشرناطي انا هديهم صوتي. الشرطي هذه أخرة المشي ورا العيال. اهدى بس اقعد عشان نعرف نتكلم. هذا ازاي؟ وهنتكلم في ايه؟ زفت العنابي بتاعك اللي انت جبتهولي عشان يسندني في الانتخابات هو اللي هيغرقني. كل يوم يا يجيلي سخان، يا يجيلي ملبوسة مش لابس حاجة خالص، يا يجيلي نايم. وفي ايه بالظبط؟ في ايه؟ هو فعلا ابتدى يهنك. ايه يهنك؟ ابتدى يفتح بقه ده، لان بقاله فتره ما تعملوش صيانه. سيبهولي يومين وانا هرجعه لك فابريكه زي ما استلمته. فابريكه ايه؟ طب ما بتقراش جرايد؟ اقرا اقرا جورنال مكتوب فيه ايه. الراجل الشرطي شغال الله ينور، الشرناطي في الطالع، والعبد لله في النازل. عارف ليه؟ لان الداخليه وراها رجاله بجد، انما انا في ظهري شويه عيال. انت عمال تقول عيال كتير وانا ساكت، لو سمحت اتكلم معايا كويس. وليك عين ترد يا ولد، ليك عين ترد. انت تخلص خالص وتصرف دلوقتي وهات لي زفت العنابي ده عشان اتكلم معاه. ماشي ماشي، هبقى ادور لك عليه واجيبه لك. تدور عليه؟ وانت مش عارف هو فين ولا ايه؟ بكلمه ما بيردش عليا. هو انت مش همزه الوصل اللي بينا؟ اتصرف وهاته لي دلوقتي حالا يا استاذ همزه. همزه؟ انت خليت فيها همزه، ما انت عمال تتعامل معاه مباشره ونطرتني وعمالين تكلموا بعض من ورايا ولا كاني موجود. يا ده انت بتكلمني ليه كده زي ما اكون ضريتك؟ لا مش ضريتك، بس انا قلت لك مليون مره قبل كده وهقولها لك للمره المليون واحد. يا صريح بيه، لو اتعاملت مع العنابي من ورايا انا هفصل لك عنه الكهرباء ومش هتعرف تشغله منين لو اتنططت. ده انا افصل جثتك من راسك، ده انا افصلك انت واهلك كلهم من الدنيا، ده انا صارف عليه ثم قلبي، ده انا دافع فيه لغايه دلوقتي مليون ومتين الف جنيه. ايه حيلك حيلك، هما مليون بس اللي سحبتهم منك. انت مليون وهو خد 200. امتى حصل الكلام ده؟ الندوة الأولانية. انت كمان بتديله فلوس من ورايا؟ ما قلتليش ليه؟ انت بتفتحلي محضر ولا ايه؟ ايه؟ ليك عين؟ اتصرف وهاتهولي من تحت تقطيع الأرض، وإلا هدفنك انت وشعرك تحت تقطيع الأرض. فاهم يا ابن فاطمة؟